تو معاكم على اللي بغيتو هذا سميتو الكونتاكت. مهدي شخبارك مهدي؟ كلشي بخير؟ السلام عليكم خويا مومو. بخير؟ وعليكم السلام حبيبي. فمن لا العائله كلشي بخير اخويا. زعيد هشام صاحبك؟ ايه مرحبا خويا. نوش لامو صاحبك وعامين باش ما عطرجوش مواعيد ياسكم ياك. اكلا باش نوقع اش نقول لك هاد السيد هذا كان صاحبي قديم ومتصرف ليا الخير صراحه. وظروف خدمه ولا هو تحوس خدا واحد الدار الله يسهل عليه ولا بعيد وطاقنا شويه بقينا كنعيطوا بزاف. وجا واحد العيد ديال رمضان صراحه ما صونيتش عليه وما سولتش فيه وتقلق عليا صافي. وقعت الامور تطورت ولات تقريبا دابا شي عامين بحال هكا ما دويناش. وعزيز عليا بزاف وبغي نصلح معاه الجو. هو قال لك هو قال لك بقى في الحال حيت ما عيطتيش ليه في العيد. هو ما قال لي ما والو ولكن انا عرفت شي تقلق هو حيت هو وصراحه انا درت غلط وبغيت نصلح معاه الجو. علاش هو ما عيطش لك؟ واش نقول لك هو دابا قرا بحال هكا حيت انا ما نعيط ليه. وهذه هو بحال زعما حيت ما قلتش عليك هو كان صرف لي واحد الخير علمني الحرفه ودخل الدومين ديال الكاميرات والرماك وهذه بحال زعما علمني وانا بحال تنقول لقيت وجهي وهذه ولكن هادشي ما كاينش غير الظروف ديال الحياة. واخا خويا واخا نعيطو لهشام يكون خير ان شاء الله. كل خير الله يحفظك خويا مومو. توحشتيني انت دابا ياك توحشتيني عامين توحشتيني بزاف والله بزاف اخويا هذا اخويا. الواحد خصو يقطع الصله خصو يقطع العلاقه دائما يسقسي ويسول اخويا دائما يسقسي ويسول. واحد مره الا تفكر شي واحد عيط ليه سول فيه سقسيه فيما فيها باس. عيطوا لهشام سقسيو ويسولوا فيه ونتمنى الله يقبل يهضر معاك. الو هشام السلام عليكم شخبارك اسيدي؟ بخير السلام ديالك الحمد لله. معك مومو عرفتيني؟ مومو مرحبا كلشي بخير الله يحفظك الله يعطيك الغزال. راك معنا في الكونتاكت. كاين واحد السيد اللي عيطنا ولا عطانا نمره التليفون ديالك بهضر معاك قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات. واش ندوزو لك ولا ما تعرف شكون ولا نقول لك شكون؟ لا قول لي شكون اخويا. نعرف مهدي. مهدي عقلتي على مهدي؟ عرفتو والو كاع؟ لا 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 خير مومو ما كاين حتى مشكل اخويا هشام الله يعاونك حبيبي. يلاه شكرا بارك الله فيك. الله يسهل اخويا. واو 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 مهدي مهدي واش درتي لي شي حاجه اخرى ولا شي واش؟ لا 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 ما كاين والو هادشي اللي كاين والله. انا راه كنت متوقع غادي يجاوبنا غادي يقول لك واخا ما كاين حتى مشكل هضر معاك. قالك لا هذا هو المشكل دابا اللي عنده هو صعيب باش انا كتهضر معاه. واخا انا هادشي اللي كان انا ما سولتش فيه صراحه هادشي اللي كاين صافي. في واحد العيد ديال رمضان ما صوريتش عليه ما والو كنت مبرد شويه صافي تقلق من تما هادشي اللي كاين صافي. ديك النهار كنت عيط ليه ما كيجاوبكش ياك؟ لا عيط له صراحه عيط له من ورا داكشي ما بغاش يجاوب. ما بغاش يجاوبك واخا ما بقاش باغي هادشي اللي كاين اخويا. زعما هادشي اللي لم يكن متوقعا ابدا. وداكشي اللي بغيت تقول لي اخويا قول لي مباشره يسمعك هشام مهدي. واش نقول ليه واخا ما بغاش يهضر معايا داكشي راه اخويا عزيز عليا وانا ما صرفتش حتى حاجه خايبه وانت عارف وتا خيرك سابق عليا وتنشكرك بزاف. وخويا مومو تنتا شكرا بزاف. مرحبا خويا مهدي شكرا لك انت. مرحبا خويا الله يطول عمرك الله يجزيك الصحه والخير حبيبي. الله يدوم المحبه. دير معنا الكونتاكت نعيطوا معاكم على اللي بغيتوا ممكن 0530 330 330 0530 330 330.